بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم جميعا أيها الأحباب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم دع الأيام. بعدما عشنا مع البيت الأول وما يفيض من هذا البيت من المعاني، من معاني التسليم وطيب النفس وصفاء القلب والإقبال على المسؤولية وتحملها والقيام بالأسباب، ثم أن نجعل كل ذلك في فضاء حسن الظن بالله تبارك وتعالى، ننتقل إلى البيت الموالي حيث يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. مع بداية ومع الشطر الأول من هذا البيت: ولا تجزع لحادثة الليالي، هنا يحذرنا الإمام الشافعي من الجزع، من الخوف، من الهلع، من هذا الخوف. والخوف نوعان: إما أن يكون خوفا مذموما وهو المقصود هنا، وهناك خوف محمود وهو الذي يقابله. فالخوف المذموم والجزع والهلع هو أن يخاف الإنسان أحداث الليالي والأيام، أن تخيفه الأيام والليالي. هذا لمن لم يعش معنى دع الأيام، لمن لم يعش تلك المعاني التي تحدثنا عنها من التسليم لله والرضا بقضاء الله والإقبال على الله ومعاني حسن الظن في الله، فتخيفه الأيام وتخيفه الأحداث ويجد هذا الهلع وهذا الجزع في حياته. هذا خوف مدموم لمن لم يعش هذا المعنى، لمن لم يعش حال دع الأيام كما تحدثنا عنه. لمن تعلق بالدنيا فصارت تخيفه أحداثها، تعلق بالدنيا، تعلق بهذه المظاهر ونسي أن يتعلق بالله الظاهر. فمن تعلق بشيء حصل له هذا الحال من الهلع والخوف على فقدان المال أو فقدان الجاه أو فقدان المنصب أو فقدان متع الدنيا، لأنه لم يعش مع معنى دع الأيام. وهناك الخوف المحمود، لأن ما دمت تعلقت بالدنيا ستخيفك الدنيا، ولكن إذا ما تذكرت أن لك ربا سبحانه وتعالى، رب هذه الدنيا، فتعلقك برب الدنيا يجعلك في طمأنينة، عليك بالطمأنينة والراحة القلبية، لأنك تعلم أن هذه الدنيا وأحداث هذه الدنيا أن الله تعالى بيده كل شيء، أن الله تبارك وتعالى إذا خفته أمنك. كلما خفت الله كلما أمنك الله جل في علاه. لذلك قالوا: من خاف الله خافه كل شيء، ومن خاف غير الله أخافه الله من كل شيء. فيصبح الإنسان نسأل الله سلامة والعافية يخاف من كل شيء، تخيفه الأيام، تخيفه الأمراض، تخيفه الجراثيم، تخيفه الفيروسات، تخيفه مكايد الكائدين وحسد الحاسدين، يخيفه كل شيء، حتى الهواء يخيفه، ويصبح في مرض الخوف والهلع والتوتر الذي هو مرض هذا العصر. لماذا؟ لأننا تعلقنا بالدنيا فصارت الدنيا تخيفنا. أما إذا تعلقنا برب الآخرة والدنيا
فإننا في أمن وأمان وسلم وسلام، وهذا هو الخوف المحمود، أن تخاف الله تبارك وتعالى. إذا ما أحسست بهلع أو خوف أو بضجر أن تفر إلى الله. قال تعالى: ففروا إلى الله، تفر إلى الله، تلجأ إلى الله، فيؤمنك الله تبارك وتعالى. كلما خفت الله أحسست بالأمان. هذا الخوف المحمود. في مقابل ذاك الخوف، الخوف المذموم، هذا الجزع، هذا الهلع لمن لم يرتبط بالله سبحانه جل في علاه. أما من خاف الله فإنه يخاطب الهم والغم والشدائد والمحن. فلا تقل: يا ربي لي هم كبير، ولكن قل: يا هم لي رب كبير. من فقه هذا المعنى عاش مع معنى قول الله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كل ما يطرأ هو لي. لاحظ هنا التعبير القرآني: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لا علينا، فهو لنا أي لمصلحتنا، لفائدتنا. هذا المعنى يجده من خاف الله فلا يخاف غير الله. هذا الخوف المحمود، الخوف الذي جمع بين الخوف وبين الرجاء، هذا الذي لخصه وعبر عنه سيدنا عمر بن الخطاب في قول بديع، في كلام نفيس، حين قال: لو نادى المنادي يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا لخفت أن أكون ذلك الواحد، ولو نادى المنادي يوم القيامة كل الناس في النار إلا واحدا لرجوت أن أكون ذلك الواحد. جمع بين الخوف والرجاء، الخوف في أعظم صوره والرجاء في أبهى حلله. هذا الخوف المحمود، هذا الذي يدفعك إلى المعالي، هذا الذي يدفعك إلى أن تنال رضا الله، هذا الذي يعرضك للأمن والأمان في الدنيا وفي الآخرة. فهذا الحال يجعل صاحبه من أهل الأمل، ويجعله كذلك من أهل العمل. لماذا؟ لأنه لا يخاف الدنيا ولا يخاف أحداثها، يخاف رب الدنيا ويؤمنه سبحانه ويجعله في أمن وأمان، لا ينزعج ولا يقلق، لأنه سلم أموره لله. لذلك قالوا: لا تنظر إلى الخلف ففيه ماض يزعجك، ولا تنظر إلى الأمام ففيه مستقبل يقلقك، ولكن انظر إلى الأعلى فهناك رب يسعدك ويحبك ويحميك ويكرمك. الله تبارك وتعالى الخوف منه عين العافية، عين الأمن، عين السلامة والرضا والرضوان. هذا الحال يحتاج إلى قوة، إلى مدد، إلى طاقة. نعود ونقول: لا بد من مجاهدة ومكابدة لتصل إلى التسليم ولطيب النفس، ولتصل إلى حسن الظن بالله. هذا سلوك، هذا سير، هذه طريق إلى الله، تحتاج فيها إلى من يأخذ بيدك وإلى صحبة تعينك لتصل إلى هذا الحال. فهذا الحال من الأمن والأمان يحتاج إلى إعداد، إلى استعداد. قال الشاعر: يمثل ذو اللب في نفسه مصائبه قبل أن تنزل، فإن نزلت لم ترعه لما كان في نفسه مثلا. ذو اللب، ذو العقل، يمثل هذه الأحداث التي قد تأتي فيستعد لها. هذا أمر يحتاج إلى استعداد، هذا سير، هذا سلوك. يمثل ذو اللب في نفسه مصائبه قبل أن تنزل، فإن نزلت لم ترعه لما كان في نفسه مثلا. وذو الجهل يأمن أيامه وينسى مصارع من قد خلا، ينسى مصارع من كان قبله. وذو الجهل يأمن أيامه وينسى مصارع من قد خلا، فإن داهمته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولا، ولو قدم الحزم في أمره لعلمه الصبر عند البلاء. هكذا يستعد ويعد نفسه لكل أحداث الحياة، ليس بقوة من عنديته، وإنما بمدد من ربه الذي خافه فأمنه. الإمام الحسن البصري يحكون عنه أنه كان يحفر قبرا هكذا وينزل إلى قبره، يمثل ذو اللب في نفسه مصائبه قبل أن تنزل، مصيبة الموت يعيشها قبل أن يعيشها. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وينزل إلى قبره وينظر في حال مكوثه في قبره فيقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم ينهض من قبره وينفض التراب من على ثوبه ويقول: يا نفسي ها أنت رجعتي كما طلبتي، فافعلي خيرا
كما وعدت، فيعيش أحداث الحياة قبل أن تأتي، فلا تروعه ولا يقع له جزع ولا هلع، وإنما دائما في أمن وسلام، لأنه خاف من الله تبارك وتعالى السلام سبحانه جل في علاه. ولا تجزع من حادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. دع الأيام واتصل بالله الملك العلام، وصل على حبيبك المصطفى بدر التمام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. دع الأيام.